بمناسبة عيد المرأة كنبغي نشكر أي مرأة كاينة في هذا العالم كامل، وحيت بصح المرأة واحد الحاجة كما كيقولوا نصف المجتمع، وكل ما كانش المرأة في هذا العالم راه ما يكون حتى حاجة، حيت المرأة زعما شي حاجة اللي خصنا نحترموها. وكنقدم تحية لكاع الأمهات. المرأة المغربية كنقولوا هي نصف المجتمع، ما يمكنش يتطور المجتمع المغربي بدون تطور المرأة المغربية في جميع الحقوق ديالها، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لأن المرأة المغربية ماشي كتعني غير الميز الذكوري، كتعني حتى من الميز في الصراع الطبقي، يعني في الحقوق الاقتصادية ديالها. وما يمكنش يتحرر المجتمع المغربي بدون تحرر المرأة المغربية نهائيا، يعني التحرر ديال المرأة المغربية هي تحرر المرأة والرجل معا، تحرروا بجوج عاد ممكن نهضروا على حرية المرأة المغربية. المرأة خصها تصبر في هذا الزمان اللي كنعيشوا فيه دابا حنا. المرأة مسكينة مقهورة، مقهورة بزاف. علاش؟ كتولد وما كتفكرش شنو تابعها من مور داك الوليدات. أما المرأة اللي متعلمة واللي قرات واللي عارفة بحق الدنيا راه كتخدم على وليداتها، كتعاون مع الراجل كيكون تكافؤ. أما اللي هي كتولد غير تبقى غير مسكينة عايشة في المشاكل، وراكم عارفين نطلبوا الله تعالى ييسر الأمور ديالنا ونفكروا قبل ما نولدوا. هي الأم ديالنا، هي الأخت ديالنا، هي كل شيء في هذا المجتمع، وهي النص ديال المجتمع. وكنتمناو لها صحة طيبة وجميع الأمهات، والله يخليهم لينا ويخليهم للجميع. بالنسبة للأم المغربية في المجتمع هي عماد الدين وعماد المجتمع بطبيعة الحال، هي اللي كتربي الأجيال، وهي نفس المجتمع وهي المجتمع الآخر. هي حياتي، هي عمري، زعما ما كانتش ماما الدنيا تبان لي ظلام. كذب عليك، ماما هي كل شيء، كنبغيها وكنحماق عليها. الله يخليها لي والله يطول لها في عمرها. الله يخليها لينا، وهي هي يعني واحد من افراد العائله، الله يكبر بها والله يعطيها الشأن ديالها، وهي كل شيء في حياتنا اليوميه وكل شيء. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.